أشهر عجاف مرت على العراق ومحن تداعت على شعبه، أزمات سياسية واقتصادية وصحية لم تثني متظاهري ثورة تشرين عن الهدف الذي رسموه منذ أول يوم خرجوا فيه معلنين رفضهم للنظام الفاسد وأحزابه وميليشياته. احنا ما نقدر نعوف الساحة لأن شهداء بيها، وكلها ماتت من أجل المظاهرات، وكلها ماتت على مود الوطن، يعني على مود ايش؟ يعني هيك يعني دم الشهداء يروح بهال يعني ببساطة؟ يعني هذا اللي يعوف المظاهرات هذا يعني بعد سالفته سالفه، ما نقدر احنا نعوفه. الى متى؟ الى متى يعني انت قاعد بالبيت وحقك جاي يروح؟ الى متى؟ وهذا الشيء احنا ما نعوفه. الرساله للشهداء ان شاء الله احنا مستمرين، ولولا الشهداء ما ننتصر، وان شاء الله ننتصر بسلميتنا ووقعنا عهد احنا مستمرين بهاي التظاهره اكراما لدم الشهداء. خيار التراجع عن الثورة لم يعد مطروحا يؤكد متظاهرو بابل، رغم حملة القمع التي استهدفتهم مؤخرا من قبل القوات الحكومية والميليشيات ومحاولات تشويه الصورة السلمية التي جسدتها مظاهرات ساحة اعتصام الثورة في مدينة الحلة. هم أكيد دي يعتدون على الساحات ودي يتجاوزون على المتظاهرين هي الجهات السياسية، خصوصا يعني بالفترة الأخيرة اعتداءات حدثت من أكثر من جهة، خصوصا الأحزاب يعني دي يحاولون بأي طريقة من الطرق يحدون عمل الناشطين والمتظاهرين بشكل عام. بالنسبة للموضوع على أساس حكومة الكاظمي أنهت الثورة، الثورة مستمرة، الثورة ما تنتهي، ثورة وقعت بها شهداء، ثورة أبد ما تنتهي، ومستمرين لحد ما نحقق مطالبنا. بالنسبة لحكومة الكاظمي، حكومة الكاظمي لم تلم بطموحات الشعب، لم يحاسب قتلة المتظاهرين، لم يلبي مطالب رئيسية من قانون انتخابي وانتخابات مبكرة، إنما هي خرجت من منظومة فاسدة كسابقاتها مثل حكومة عادل عبد المهدي وحيدر العبادي والمالكي، وهي يعني مختصم مفيد هو لا دور، كل دور ماله بالحكومة، لأن احنا كنا نعرف انه هي اكو دولة عميقة قاعد تحكم العراق وهي تتحكم بمجاري الامور. امتداد لحكومات المحاصصة التي سبقتها، هكذا يصف ثوار بابل حكومة مصطفى الكاظمي، مؤكدين أن الوعود التي قطعتها لم تجد سبيلا إلى أرض الواقع، وهو ما يثبت مرة أخرى صوابية الأهداف التي أعلن عنها ثوار تشرين بضرورة اقتلاع نظام المحاصصة الطائفية والتخلص من الأجندات التي تديره ليعود العراق إلى أبنائه الأصلاء.